بعد ما خلصنا شف بترول التنورة الأمام والخلف، هيو صار جاهز. طبعا أخذنا طول السحاب لتصحيح موضوع طول السحاب، عندنا موجود في القسم طول السحاب 20 سنتي مجيوب، فعدلنا طول السحاب على أساس إنه يزبط في الرسم، وصار معنا الأمام والخلف جاهزين. وراح نرسم الكمر، وهو قانون الكمر محيطه محيط قانون ومحيط اللي هي الوسط زائد 3 ناقص 4 زائد 2 وبيطلع الجواب 63 بالتعويض. هنرسمه مباشرة على القماش محيط الكمر. القماش طبعا زي ما بنعرف نحط البرسل على البرسل في البداية عشان نرسم باترون، عشان نشف باترون التنورة على القماش، فلازم نحط البرسل على البرسل وناخذ القماش من طول القماش نبدا. فانا طبعا اخذت طريقه اني انا بديش احط يعني حبعد البرسل شوي عشان اوفر في القماش عشان اطلع اللي هو الكمد بمثني مغلق، فراح اتني اشي بسيط بحيث ان انا اخذ المساحه بس اللي بدي اياها للبترون واخلي هذه القطعه الزياده للكمد عشان يطلع معي قطعه الكمد. تمام، هظبط طبعا القماش، حفرده منيح شكل صح، هاخد بترون الامام وبترون الخلف. طبعا زي ما حكينا في الشرح انه بترون الامام من هان مثني مغلق، هلقيت حوضح لكم ايش يعني مثني مغلق، يعني من هذه الجهة ما يكونش مفتوح، وعندك هذه جهة القماش مش مفتوحة. همسك البترون وحسبته، سواء ثبتيه هيك او سواء ثبتيه هيك على نفس الحالات صحيح، ولكن بما انك مبتدئة ثبتيه هيك عشان تشوف الخطوط اللي انت بدك اياها. طبعا نمسك الباترون زي هيك ومنثبته طبعا زي ما ثبتنا في عمليه الشف بالدبابيس، بنثبت الباترون كمان باستخدام الدبابيس لتثبيته عشان ما يتزحزحش اثناء العمل. وهان راح احط اللي هي دبوس، حغرسه بالطول زي هيك، حوقفه توقيف اللي هي عشان اعرف نهاية البنسة، هاي هيك حطيته عشان اعرف طول البنسة لما اجي اشتغل بعد ما اشفه. نفس الاشي الخلف، اكد من تحت انه ما يكونش الطول في اي خطأ، نثبت صح طبعا الزيادة ما بتأثر، نبعد شوي عن بعض عشان نطلع ثبتين القطعة صح، ثبت من تحت ومن فوق بيساعدنا التثبيت عشان نسهل عملية القص وما نتغلبش. هيك ثبتنا برضو الخلف باستخدام قلم العلام، من حدد الخط الخارجي للبترون هاي الخط الخارجي، وبناخد اللي هي تعليم البنسة. ها شايفين كيف عملت خطوط طولية البنسة. هانا محل ما حطيت الدبوس بفك شوية من هان، شفتوا كيف عملت عشان اصل للدبوس هيو، وبعمل النقطة تبعت طول البنسة، برجع تاني عشان ما يصيرش معايا اي خلل، وبكمل تحديد الباترون بالخط الخارجي اللي هو خط الخياطة. هذا الخط اللي راح نمشي عليه على الماكينة. نيجي هان هنا في عنا قرطة علامة خياطة عشان يركب الجنب على الجنب ويكون شغلنا صح، ما يأسرش على طول من تحت. كمان في عنا قرطة هان اللي هي قرطة الديل، هين راح نتني هيك طوله كله كامل. هيك أنا بكون أخذت علاماتي كاملة من الباترون اللي أنا بدي إياهم. نفس الإشي في الخلف، ناخد علامات الخارجية للباترون وهي علامة، هاي علامتين للبنسة، هاي الثلاثة زي ما عملنا في بنسة الأمام.
هنعمل في بنسة الخلف هندخل في آخر نقطة في البنسة وحننزل تحت ندور على الدبوس. هيو ظهر، هيو قدامي، هنا نقطة البنسة، طول البنسة هذا، طول البنسة بنرجع الدبوس تاني على مكانه وبنكمل ناخذ خطوط الخارجية للباترون. طبعا هذه الخطوط كلها مهمة انه احنا ننتبه واحنا بناخذها تكون صح، وبرضو علامات الخياطة في الجنب هين علامة، وفي الديل نفس العلامة، لما نيجي نثني بتساعدنا بدل ما نرجع نقيس طول التنورة لا بتكون ظاهر عندي. هنا السحاب، ردة السحاب طبعا خيطات السحاب اخذناها 3 سنتي. وبندخل لجوا لخط منتصف الخلف. هين خياطة اللي هي الديل. هيك بنكون خلصنا. راح نفك الباترون بس مش راح نفكه بشكل نهائي من الدبوس، هنرفع الدبوس من الباترون على القماشة عشان تضلها ثابتة معايا. شوفوا كيف بعمل، هي فكيت الدبوس من هذا المكان ورجعته على القماشة مكانه. وين كمان في دبابيس معانا في الديل، راح ارجعه على القماشة، والديل من هان ارجعه على القماشة. ومش غلط اني انا اضيف دبوس اضافي يعني عشان انا خايفة الاشي يتحرك معايا ويخرب. هيك خلصنا باترون الايش الامام. نيجي باترون الخلف، نفس ما فكينا في الامام هنفك في الخلف، هنثبت نرفع الدبوس ونرجع نثبت من جديد نفس المكان. شيء انا ان شاء الله سهيت عنها ان انا احدد لكم اللي هي أرطة أو مكان السحاب. هي من هان لهان، هيها ظهرت، هي من هان لهان، هذه جهة السحاب، ونفس ما رفعنا حنرفع ونثبت. طبعا لنيجي نحكي احنا هلقيتها رسمنا على قفل قماش، وجه القماش هو اللي جوا، تمام يا آنتي؟ ويفضل ان احنا في الرسم نرسم على القفا مش على الوجه. خلصنا اللي هي الخطوات هذه، خط خفيف انا رسمتها عشان استدل عليها، وبعد هيك بنجيب المقص المخصص للقص القماش مش لقص الورق يختلف لانه، وبنبدا نقص الخطوط اللي احنا عملناها. قبل ما ابدا انا اقص انا اتسرعت، حرسم البنسة. كاميليا هاتي مسطرة. طبعا يا انطي هاي خطوطها واضحة، ما عليك الا ان بس ترسميها بخط فاهي عشان قلنا احنا في درس العلامات والعلامات انه احنا ما نغمقش في الرسم على القماش، خاصة لما يكون الموديل الاشي داخل القماش، يعني مش خطوط الخارجية مش قصة. هيك احنا بنكون رسمنا البنسة، نبدأ بنقص. راح اعلم الارطات، هاي الارطة الاولى بمليات، مليات يعني اقل من 1 سنتي، اقل من 0.5 سنتي، ملي 2 ملي. هاي 3 ارطات للبنسة، وهيك انا قصيت الامام. طبعا اهم اشي الانتباه اثناء القص، الحذر يعني مهم جدا عشان يطلع شغلنا صح. طبعا حسب اتجاه ايدك بتمشي، انا هيك اسهل لي امشي من هذه الجهه واطلع طلوع تنوره.
صار الامام جاهز معايا. طبعا انا عندنا في الامام البنسة حتكون ظهرها مش ظهرها، فانا في القلم نفس الاشي زي ما حددت من هان همسك من هان، انا عملت القرطة اصلا وحمسك من هان، همسك الدبوس نفس ما عملته في الامام، الجهة الثانية هدخل الدبوس من هان وهعلم هان عشان تطلع معايا البنسة بنسة تمام من الجهتين، وبمسك هذه وبتنيها وبوصل عشان لما نيجي اخيط انا ما توهش وين البنسة راحت معايا. هيك انا بكون خلصت الامام بشكل كامل. تمام هيك الامام جاهز عندي. امسك القطعة بطويها من طبعا هان القرطة انا تبعت هذه من هان تبعت الدين، بتأكد من القرطات عشان بيساعدوني هي تبعت الجنب، هاي صرنا مخلصينها كامل. طويها حطها جهة بنكمل جهة الخلف نفس الاشي بنقص، والعلامات بنحددها بقرطات بمليات، واهم اشي برجع بنوه القرطة ما تزيدش عن مليات، واحد ملي اثنين ملي من تستدل منها بس. طبعا هاي القرطة تبعت الجنب وهاي قرطة الدين، ونكمل من هان كمان. نعمل قرطة البنسة، شايفين قديش صغيرة يا دوبك مبينة، بس مهمة جدا وجودها. زي ما عملنا هان هنعمل هان عشان تصير في الامام وفي الخلف، وهي صارت هان في الخلف ونوضحها هنا كمان، هيها اصلا مقصوصة بس انا بدي ارسمها احسن عشان تكون واضحة. بلف القماش طبعا، حركة القماش على الاتجاه اللي انت بترتاحي عليه، ايدك كيف بتقص بتحركيه، ومثبت يعني في دبابيسة بتحركيه براحتك لانه مش حيفك، هيكون زي ما هو. هنا بنوقف لانه هان عندنا ايش جهة السحاب، نظبط القطعة عشان تعرف تطلع جهة السحاب بزاوية، هاي السحاب طلع معايا. قرطة السحاب هيها طلعناها، وقرطة جهة الديل كمان هيها. بالنسبة للجنب من ناحية السحاب واضحة، هاي قرطتها هتكون داخلية يعني هي لها علاقة بالسحاب ظاهرة، وزي ما رسمنا هذه راح نرسم هذه عشان الخياطة تسهل عملية الرسم. هيك بنكون خلصنا ايضا الخلف، صارت معانا التنورة الامام والخلف جاهزين. وهلقيتا زي ما قلت لكم قانون الكم الكامر هو ايش؟ محيط الوسط زائد شو؟ زائد 3 زائد 4 ناقص 2، بيطلع الجواب محيط الخصر او الوسط نفس المصطلح 72 زائد 3 ناقص 4 زائد 2 73. شو هذا؟ بده يطلع طول الكمر، وراح نقيس طول الكمر. طبعا احنا مش راح نمشي في القماش هيك، راح نتني
ناخذ طريقه المثنه مغلق، هي اسهل لنا في الرسم. هيك هيك اسهل لنا، بس انا بحاول اضبط القماش عشان يسهل علينا موضوع انه احنا نطلع بالكامل مرتب. طبعا باستخدام المسطره او المتر شو ما كان معاكي بتقيسيلي طول الكمر. عندك من هان لهان هو 50 المسطره، واحنا قلنا طوله حيكون 73، فهي من هان لهان 50. ولو بدي اتني القطعه هذه هيك حتطلع معايا 100، بس انا بدي اخذ على 53. ممكن اوصل الكمر عادي، يعني انا ممكن اعمل 50 والباقي اوصله، بس انا حابه يطلع الكمر قطعه واحده. طبعا عرضه قديش الكمر؟ انا حاعمل عرضه 10 سنتي، يعني 5 سنتي 5 سنتي، حاخذ من هان 5 سنتي، اصغره اكثر عشان يطلع عندي مرتب. شوف هيك بيطلع معي 5 سنتي، خليه 9، خليه 10 بزياده، ما هيطلع عريض 10، خليه 5. هو 5 و6 انسب اشي مع الخياطات، هاخده 6